السلام عليكم. بونجور أزول. قبل كل شيء je tiens d'abord à vous souhaiter un bon ramadan. إن شاء الله يكون رمضان مليح ويكون شوية البرود, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc là je vous rappelle que j'ai décidé باش اليوم ندير لكم توضيح ce qu'on appelle une petite observation par rapport aux ناس هادو اللي رانا حطوا لهم يعني ce qu'on appelle les réponses مشاكلهم ما حبيتوش يعني تسبوا للعبد انتوما اللي قاعدين تصعبوا في الامور. لكن انسان يسال في السي ان اف معليش قانون يقول باللي عندك باباك ولا امك ولا جدك ما تحصل على الجنسيه الفرنسويه بصح الحكومه تاع فرنسا ماهيش باغيه تعطي لكم, انتما هذه ما بغيتوش تدخلوها في رسانكم, يا رايحين يحاربوكم باي طريقه باش ما تديوش. بل اليوم راح نعطي لكم ان اكزومبل تاع امراه راهي تسال مليار في المية ولكن دفعت لا دوموند تاعها اول مره في عام 2012 وزايده في 58, معنى تاعها 58 تما زايده في فرنسا. الجزائر هذاك الوقت سيتي لا فرانس, دونك ما يقدروش يعكسوها ولا يلصقوا فيها لا بوسيسيون ديتا. بوركوا؟ باسكو توشي بار لي في كوليكتيف باباها عنده اون ديكلاراسيون ريكونيتيف. هات المراه هذه من عام 2012 ورانا 2024, الشيء اللي كنت نهضر فيه كامل راح دارتهم ما حبتش تسمع الهضره. اليوم نعطي لكم قرار تاع الناس هادو اللي ما يحبوش يديروا الاستشارات, تاع الناس هادو اللي لاعبينها يفهموا خير من الناس الكل. ها تريبونال دو جوديسيير دو باري 7 مارس 2024, شحال عندها؟ عندها يا ربي 15 يوم. بون اكسيتيرا اكسيتيرا دوموندوريس مدام كذا كذا ساكنه في الجزائر. شوفوا عندها ماتر كزافيي لو دوك افوكا اي اسوسي او بارو دو باري, وكاين افوكا بوستولون. على بالكم واش هي افوكا بوستولون؟ اعطاوها واحد كيما نقولوا حنا لهنا في الجزائر عندنا اللي يقراو الحقوق قبل ما يطلع افوكا يدير لو كابا, يروح يربح شويه لونسيان تي عند كان شافوكا قديم باش يعطي له لو سيرتيفيكا هذاك باش هذيك الساعه يقدر يدير افوكا. هات المراه هذه شكون اللي استكلف بها؟ استكلف بها افوكا بوستولون اي بار مسيو اوليفيي زاكو افوكا او بارو دو لوان افوكا بليدون. اي سيدي بون يعني باش ما نطولش معكم درت لا دوموند الاولى اون 2012 طيشوها لها. بون هادو كل نفوتوهم استنى ترا تك 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 هادو كل قوانين قالك. بون قالك هادي هي دارت اون دوموند اون 2012, من بعد راح تدير ريكور غراسيو. قلت لكم انا النهار الاول بلي ريكور غراسيو ما ياكلش. Alors, son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un CNF qui lui a été opposé le 23 mars 2012. C'est ma hiya, d'être dans le terrain. En 2012, on rejoint en 2012, qu'elle nous l'a mis à la jalouèche, elle a la date de naissance de Bébéha, dans le Jazeer, en 1917. وفي لا ديكلاراسيون ركونيتيف حطي 1912. هذه حاجه سهله احنا نقدروا نصنعوها
Enfin, on peut régler ça. Eh ben non. من 2012 هي معولة على البوبلاش. هذا هو المشكل تاع البوبلاش. الفرنسيس عندهم خبر باللي الجزائريين يموتوا على البوبلاش. هم قاعدين يصفقوا لبعضهم بيديهم وبرجليهم. يقول كاستنا ترى تحبوا البوبلاش، تحبوا تجيوا لفرنسا تديوا لي زالوكاسيون، نهارك نعت لك. مالا انت راك فرنسي. شوفوا باش يعطيو لكم الجنسية من الإدارة تاع فرنسا. أكوني متهنيين بكري صح ساعات يمدوا ساعات تعدي ديها زر مي دوبوي 2020 ما كاش أي واحد اللي ما يفوتش يدير لاكسيون ديكلاراتوار تاعو أقدر نحلف اليوم رمضان أقسم بالله والله ما يديها لو كان تخطي العدالة مع لو راسيزم تاعهم ما يديهاش دونك هي راه دارت ريكور غراسيو بلا ما تصلح ورقيها وقتاش طيشوا لها الريكور تاعها بعد 5 سنين قعدوا 5 سنين باش يجاوبوها ساعات انا نحب المخ تاعي يتقلب من 2012 وهي جبت 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 حتى 2017 كي لحقت 2017 ما حبوا منا واش دارت راح دارت المساعدة قضائية مساعدة قضائية تقولك يعطيو لي افوكا تاع بوبلاش نتوما واش تحسبوا تحسبوا كي ديروا لا دوموند دات جوريديكسيونيل راه يعطي لك بون افوكا يجيب لك الحقوق تاعك سي با سيريو سكو فو فيت لا هو من بكري ما عطاها لك شو دار لك الف سبه والله هي لو كان ما يكونش ان فري افوكا ويكون افوكا سبيسياليست في هذا لو دومين هذا خاطر انا شلون لو كان تروح تسقسي اي جزائري عايش في الجزائر ولا في فرنسا شكون اللي ما عندوش افوكا في لافامي هاي نروح نسقسي انا طفل صغير في الجزائر نسقسي نقول لك شنو تعرف افوكا تركي يقول لك نعرف افوكا ومن بعد كيسك سا فو دير لي افوكا فيهم وعليهم ديجا لو بيرو دي جوريديكسيونيل باش تقول له باش يعطي لك ان افوكا ان تري تري بون افوكا لي يجيب لك السي ان اف تاعك 100% بكاش منها لي زابونيس لي داو السي ان اف على يد المساعده القضائيه ما يفوتوش 5% لي ناجحين علاش نجحوا نجحوا زهر طاحوا مع دو بون افوكا خاطرناش لي هادو تاع المساعده القضائيه محتمين يحتموا عليهم باش يروح يدافع على فلان ولا فلان لكن تحت في واحد صح الميتيه تاعو هاو يدافع عليك ولكن دوسي تاعك تاع عند واحد مش يدير بس قانوني يحتم عليه راح يكسر راسو على جنب يا والله ما على بالو بيك هكاك صرات لي هادي قال لك لي زونفون دو موان دو 18 ans mineur suivront la condition s'ils sont légitimes de leur père ou de leur mère, de leur père, et en cas de prédécès de leur mère, etc. etc. Donc, je vais là. Je te donne l'article 30 du Code civil. Al mohim maintenant, je vais vous dire. Quand il y a c'est la classe, le cas de la mère a dit d'être avocat en 2012, d'être action déclaratoire en 2012, ماكسيموم 2014 2015 راهي هزت سي ان اف تاعها وضرت 9 سنين من حياتها على جل بوبلاش ما فهمتش انا منين جاكم نتوما الذكاء هذا قد ما نزرب نجيب نخدم كوارتي قد ما نكون غانيون في لافير اخر 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 حاجه نطلع لفرنسا مانيش خدام هما فرنسيس درك يدبروا لي خدمه يبعثوني ندير ان ستاج نسلك نزيد ندير الحقوق تاع لا بي ال سي سكون ابل لادو بيو لادو لا بي ال سي لاد اي 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 درتها بيرسوناليزي فوالا لاد بيرسوناليزي او لوجمون 80% تروحوا تدبروا دار لكن دار هذيك الكرة تاعها ب 800 يورو انت تخلص 200 والبلدية تخلص 600 ينقصوا عليك
زايده هاد المره هادي زايده في 58 على بالكم واش المعنى تاعها؟ سافودير العمر تاعها 58 2024 على 66 ans عندها حق في الاخر كيف يقولوا له لاسبا. لاسبا سي ليد سوسيال او بيرسون اجي لي فايتي 65 سنه تسلك تدي 1000 يورو للشهر. احسبوا نتوما دركا من 2012 حتى 2024 وضربت 12 سنه من حياتها، ولكن المراه هذه عندها الاولاد، اولادها يوليو ما يسالوش على جال تتحوس دير لي زيكونومي. ها فوالا عندها بون هي تقول اني عدلت لاك دو نيسونس منا 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 ديليفري كذا كذا دونك ني اون سيكون ترادكسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. اه قال لك il n'est produit que la traduction. بلا ما يمدوا الاوريجينال. الاوريجينال تاع لو جوجمون. هاد الفكره هادي تاع الاوريجينال دو جوجمون. هادي خدمت لافوكا، علاش لافوكا؟ لافوكا يسون فيش. هو شغل كورفي. حكم عليها الدوسي طف 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 طف، علاش خاطر مش تعبو بلاش. ها. آه. بون. واش قالوا لها؟ قالك جوج irrecevable la demande de madame tendant à avoir donné la délivrance d'un certificat de nationalité. شوف هذيك الجايحة واش داو شرح دار؟ هي بنت لها كي دير افوكا علاش تاك وقتها ماهمش معدولين؟ العدالة رايحين يخافوا من الافوكا. قلت هيا هيا اعطيوها السي ان اف تاعها. شبيه هذي؟ ايه شبعوا ضحك عليها. قالوا لها شواش تكون انت تمدينا امر باش حنا نهضروا مع الكريفي ونقولوا له اعطي لها اعطي لها برك اي تسال اي فيها قوانين اي فيها ليسونسيال. جوج كو مدام سو ديزون ني لو 9 ديسمبر 58 ا آه كذا كذا ني با دو ناسيوناليتي فرونسيز. بون هاد المره هادي انا ما نعرفهاش بصح على حساب قالك L'acte a été rectifié en exécution d'une ordonnance du 13 février 2022 du tribunal d'Erris. Donc, ça veut dire que c'est la montée. La montée. Fait juger à Paris le 7 mars 2024. Bon, هذه المرأة هادي مازال عندها حل. واش كاين الحل تاعها دركا؟ Elle est obligée باش تروح لا كور دو كاساسيون. بصح على كان رحت لا كور دو كاساسيون باش تطلب الحقوق تاعها. بعد ما خسرت 12 سنة من حياتها، لكن تزيد تطلب المساعدة القضائية كيف كيف. رايحين يكركروها مدة عام باش يعطيوها المساعدة. ويزيدوا يكركروها 4 سنين ولا 5 سنين اخرى، ولكن بقات تمشي بلي زافوكا هادو تاع المساعده القضائيه ماهيش راح تخرج عليها، اذا راح تزيد تقدر 6 سنين ولا 7 سنين اخرى ويقولوا لها روجيتي روجيتي روجيتي. عندها فرد حل ما نفخش، انا مانيش فواخ، بصح قضيه كيما تاعها سهله كيما هذه باش تجيب كوارتها وتروح تفسدها على جال المخفر سي با نورمال. معليش انت استهزيتي ولادك، ولادك سي ان افونتاج كون ميم دو بوفوار سو ديبلاسي افيك ان باسبور ايترونجي لي يعطي لك 170 اتجاه، سي سا لافونتاج دو باسبور فرونسي. وبالتالي ما عندنا ما نديرو بيه. لافونتاج دو باسبور فرونسي سي كون بو اكسيدي ا لا كارت فيزا. On peut accéder au commerce international, on peut ouvrir des comptes dans ce qu'on appelle dans des par le biais de sociétés offshore dans le monde entier. Il y a d'un point de vue commercial et d'un point de vue même riche, c'est la liberté totale. Mais tu n'as pas de bout de canon. Qui est-ce qu'on a dans les gens qui ont la nationalité? Je dis bien
vous avez la nationalité française, تحب تروح تخدم في الميريكان يقول لك تفضل، تحب تخدم في الكندا يقول لك تفضل، تحب تخدم في الاسترالي دير بتي دوسي يقول لك تفضل، وين تروح يقولوا لك تفضل. جزائري لا، هذه هي الدنيا. En tous les cas, Hadis a été jugé le, ce, le 7 mars 2024. Au Lulbert, Andy Wert a capté le dossier en 2020. Le 21 mars, Hada a un jugement qui dit qu'il est français. Hada a été en 2020. 2020, il a refusé. بصح كي جا عندي انا قلت له نو، قلت له نديرو لك اون اكسيون ديكلاراتوار وحنا اللي نخيرو لك لافوكا، ما تخليش العداله تخير لك لافوكا، وبربي ان شاء الله نشحوك. الصباح عيطوا لي بعثوا لي لو جوجمون تاعو، قالوا لي فوالا سي بون دركا واش بقالو، بقالو يستنى ديسي ان موا يزيد لافوكا تاعو يبعث له سكون ابل لو سيرتيفيكا دو نو ابل بلي كوم كو وكيل دولا ما كسرلوش، ونزيدو نديرو التبليغ تاع الجوجمون تاعو يروح للنوط باش الراجل يقدر غدوة يروح يدير لا ترونسكريبسيون بلا ما يعطلوه، خاطر ما شواش ولاو يديرو دركا. واحد كي يدير كي يدي السي ان اف تاعو، كي يدي جوجمون دو ناسيوناليتي فرونسيز، ولاو العدالة باش يبعثو النوط يقعدو يكركرو، سي في اكسبري باش يقدرولك الوقت و ماكسيموم. زادوا عطاو لهم بكري مرأة ولا راجل عنده ولاد مينور كي ديروا لا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج، الولاد اوتوماتيكمون يحطوهم في الليفري دو فامي. علاش سي دي مينور؟ واش كان كيعاد لو راسيزم ولا بوليتيك هما مش حابين يطبقوا القوانين اللي راهم في صالح العرب؟ من عام 2020 اي واحد اللي يحب يسجل روحو يسجل ولدو في الليفري دو فامي ما يقبلولوش في نونت، يقولولو جيب لنا السي ان اف تاع الولاد مينور. كيفاش السي ان اف تاع الولاد مينور؟ الولاد مينور هادي راهم تابعين ليا انا، ما يقدرش يدير لا دوموند روحو. مادام عطاولي ليا انا الولاد هادو يسون مينور وتابعين ليا انا، علاش تطلب عليا السي ان اف؟ سا سي دو سابوتاج. دونك كيما راكم تشوفوا هاد المخلوقه هادي من القفازه تاعها ils l'ont débouté, tendant à vous dire, à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation, et dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Alors, Galic, au terme de l'article 28 du Code civil, mention sera portée en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs, des déclarations et tatatata, la perte et de la nationalité ou d'arrêté sera de la même mention de toute première délivrance et des décisions y entrer en conséquence. Cette mention sera en l'espèce ordonnée. C'est ma droga. Moi, je n'ai pas aimé ce que je veux dire. Je vais vous dire باش غدوة النقمة تاعها رايحين يحطوها يكتبوا لها باللي أن جاميتي فرونسيز، وهذه ماهيش قانونية. قال لك en application de l'article 696 du code de procédure civile, madame qui succombe, ça veut dire maître, sera condamnée aux dépens. Voilà. Juge que madame Kadakada n'est pas de nationalité française. Fait rejette la demande. Fait et jugé à Paris le 7 mars 2024. قعدت تجري على البوبلاش زادت وضرت سبع سنين اخرى، مع الاخر مرا اللي عندها مليار في المية حقوق باش تدي الجنسيه تاعها، هاي كيف فسدتها على عمرها؟ علاش
ما نعرف بلاك راه تحب ليها ميكريفا ما يعرفش بلاك يمشيو في المشية اللي حابينهم بعد لي سابوتور تاع فرنسا ماذا بيهم جزائريين كل يمشيو كيما هذه باش واحد ما يديها. دونك لهنا اللي راني نقول لكم باللي اي واحد اللي راح يدير لا ناسيوناليتي فرونسيز يحب يطلب لا ناسيوناليتي فرونسيز بافيلياسيون لازم له يدير استشاره. نكمل اليوم هاد الفيديو تاع اليوم راح نكملها بحاجه اخرى. كان بزاف الناس اللي راهم nous avons essayé par exemple bon alors jugement nationalité du 17 mai 2023 voilà alors qu'on appelle jugement nationalité française du 17 mai 2023 18 études. Bon, ouais, je galère. Cour de cassation, une cour d'appel qui constate qu'un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement que la condition de résidence à l'étranger, donc de l'un des ascendants, pendant la période de 50 ans, de sorte qu'il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française. Ministère public, quel que nom, un homme starfish. Rah 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 rah, mal l'achat. L'amra a dit, jette le jinsi yataha. Elle est chatamash kanon maha ou l'avocat taha. C'était un très bon avocat. Dorka. كاين الاخرين قاعدين يغلطوا في الناس سواء يكون افوكا فرونسي ولا يكون افوكا الجيريان كي داروا لو جوجمون دو 17 ماي دو لا كور دو كاساسيون لو جوجمون هذاك تاع لا كور دو كاساسيون هم ما يطبقش للناس كل يطبق اونيكمون بور لي بيرسون داسوندونس فرونسيز جمعت لا ريانتيغراسيون ني با فالاب جمعت كيفاش ناتوراليزاسيون سي با فالاب هادو كلهم مش داخلين في هاد الامور بصح انسان عنده الجند انا عندي الجنسيه ولدي ما حبش يطلبها بصح ولدو حب يطلبها ولدو عنده حق يطلبها عليا انا هذا هو لو جوجمون تاع لو 17 ماي 2023 موش واحد طلب الجنسية تاعو في عام 2000 في فرنسا كبير في العمر ولدو في عمرو 50 سنة هما ناس واش تخمم تخمم باللي ما حبوش يمدوها لبابا باسكو ما عندوش حق بصح انا يمدوها لي هذه غلطة هاد سكون ابل لو ديسبوزيتيف دو جوجمون دو 17 ماي 2023 il est valable uniquement pour les enfants d'ascendance française. Si moi, par exemple, j'ai un grand-père qui est français et que mon grand-père est devenu français avant que mon père n'ait eu ses 18 ans, mais que mon père ne veuille pas faire sa demande, j'ai parfaitement le droit de demander la nationalité française par rapport à mon grand-père. Donc, c'est pour cette raison que j'ai proposé tout le comme. CNF les ouvriers.